الكبار مختصين في القهوة وفي الماكينات وفي المحامص وفي البن وفي الإكسبريس، وبدأت الصناعية، بدأت ركزنا في القهوة في سنة 1960، وقبل كنا في البقوليات وكنا في التوابل، يعني ممكن في مجال أقل من 100 سنة في التوابل والبقوليات والعطارة والقهوة. بعدين فصلنا القهوة على التوابل وعلى البقوليات وقعدنا مختصين في القهوة بس. عندي أعمامي وعندي يعني مازال في مجال مسكين، الناس ماسكة العطارة وناس ماسكة التوابل وفي ناس ماسكة مجرد قاعدة على القهوة. عادات وتقاليد في الجزائر، يعني القهوة ضروري في كل حول، في كل مناسبة، في كل شارع، في كل حوش. يعني بالنسبة للقهاوي في ليبيا يعني متطورات ما شاء الله، يعني عندنا قهوة الإسبريس هذه من الصبح لليل، اللي يقول يشرب فيها من الصبح لليل. بالنسبة للعربية يعني حتى هي يعني من أحسن دول في أفريقيا ولا في العالم، يعني عندنا قهوة تدخل بالذات قهوة درجة أولى، الناس تشرب في القهوة، يعني الليبيين يعني من أحسن الناس يشربوا في القهوة كتصنيع أو تحميص أو تغليف أو يعني أو عصر يعني القهوة. حتى في الإسبريس الليبيين يعني عندنا طلب غير عادي، يعني دول الجوار زي مصر، زي تونس، زي الجزائر، زي السودان، زي النيجر. الليبيين مركزين يعني على البن البرازيلي والبن الهندي والبن الفيتنامي والبن اليمني والبن الاثيوبي والبن الحبشي، حتى هو يعني هذين ملتزمين الليبيين يعني بجودتهم وقوة. بالنسبة للبرازيلي يمشي في العربية في الخلطات، أجمل نوع أجمل أنواع البن في التخليط هو بن البرازيلي. بالنسبة للريبوستا الليبيين عندهم قناعة تامة أنه أحسن نوع ما يجيب لهم. والله البن المحلي هو أصناف خليط، يعني كل واحد يمتاز بالخلطة بتاعه، يعني إسبريسو عادة ما يكون ريبوستا، يعني الإسبريسو ديما عادة بن المقاهي هو ريبوستا يعني أكثر شيء. الأرابيكا يعني مش مطلوبة إلا في المنزلية. الإسبريسو طبعا في ليبيا يعني ما شاء الله يعني ماشيين في خطوات كبيرة، يعني في ناس بس من التجار اللي يستوردوا في البن الإيطالي عادة يشوفوا في البن المحلي، يعني إن البن المحلي ما يصلحش، يعني من أسوء أنواع البن، هو بالعكس والله من أجود أنواع البن وأفضل حتى من البن الإيطالي من غير تشويه سمعة المحل. استخدامات البن يعني مش بن يعني في العربية أو السبريس، يستخدم بن الأخضر في طبيا يعني في الوصفات الطبية، يعني زي هو حارق للدهون، يعني علميا هذه تو تم اكتشاف أن بن الأخضر حارق للدهون، يستعمل في الرجيم في تنقيص الوزن بن الأخضر.